كل متابعينا في اليوم السابع احنا داخل منزل بعزبة خميس التابعة لمركز دار السلام بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ. الطفلة دي القمر دي اللي قدامنا ربنا مديها جمال ونفس تكمل جمالها ان هي تقدر تمشي. الطفلة دي مصابة بضمور بالإضافة إلى انقطاع في الحبل الشوكي. الضمور في العضلات وانقطاع في الحبل الشوكي ده منعها إن هي تقف. كل اللي بتعمله بتسحب بس. ما تقدرش كمان تتحكم في نفسها في عملية الإخراج. إزيك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ مها عبد اللطيف جو. مها. مها عبد اللطيف. سنك كام سنه يا مها؟ 8. 8 سنين. من امتى انت ما بتعرفيش تمشي؟ من خمس سنين وانت ما بتعرفيش تمشي. طب نفسك في ايه يا مها؟ نفسي امشي. نفسك تمشي. هتروح المدرسه امتى؟ 10 يعني 10 اللي جاي ده. ايوه 10 كده. تمام. قول لي حكايتها ايه؟ كانت بتلعب عند نسايبي على السطح الرابع، وقعت من على السطح في بير السلم من حبل الشوكي انقطع. خدناها ورحنا المستشفى سيدي غازي، قالت لنا ما لناش علاج هنا. اتلعبها على بيلا، خدناها ورحنا بيلا الدكتور محمد متولي قال لنا اعملوا اشعاعات. فرحنا عملنا اشعاعات، قال له يا حاج النسيبي، قال له الحبل الشوكي بتاع بنتك اتقطع والبنت دي عندها شلل نصف والبنت دي ما اتباتش. خدت مراتي ونسيبه ورحنا المستشفى، قلنا لهم هي بتعدي من على الكوبري في سبه خبطتها، عملوا لها شرايح ومسامير وتثبيت عظمي بس، وقالوا لنا تنكم بالعلاج الطبيعي، هو الحبل الشوكي بعد ما انقطع ما بيتعالجش. انت شغال ايه؟ انا شغال اي حاجه بشتغل عليها، بقيت شكلها رز طالعه مثلا عندها فطور اي حاجه بعملها، يوم اشتغل يوم ما اشتغلش الحمد لله يعني. وأملنا في ربنا كبير إن ربنا يشفيها لنا وتبقى حلوة. لما بتشوف العيال الصغيرة بتمشي بتصعب عليها، بتعيط، بتزحف. كلمي قولي لي يا مها. كلمي لما بتشوف العيال الصغيرة بتمشي بتقول إيه؟ نقوم نازله نقوم لاعبين تحت. عايزة تمشي زيهم؟ عايزة تمشي. فالحمد لله يعني أملنا في ربنا كبير وعملت فاكسة للوزير عند دولة التأمينات بتاعتي. إن شاء الله هنرفع صوتك لكل المسؤولين في الدولة علشان يهتموا. ممكن ما بيعملوش حاجة، بجيب 4000 في الشهر، علبة 280 جنيه. بتعمل جنيه؟ بجيب 4000 بامبر، بجيب العلبة 280، ما الست ما بيكفيهاش بامبر. ما بيكفيهاش بامبر. لو اشتريت فراتي الأربعة ب10 ما بيعملوش حاجة. أنا عندها العلب عندها جلطة في المفصل. ألف سلامة لحضرتك. الله يسلمك يا رب. أنت عندك جلطة في المخ؟ عندها جلطة في المفصل. لا أنا عندي جلطة في المفصل هنا وعندي القلب، عاملة عمليتين القلب في عمليتين قلب قسطرة. اه عند محمود حمزة الله يرحمه بتاع المحل، الدكتور محمود كرة بتاع بيه. قولي لي قولي لي ما حاولتوش إنك أنت تعالجوها؟ أنا نفسي تتعالج ونفسي تبقى حلوة والله. كل ما فيها أمل لابنك. نفسي لبنتي فيها أمل ونفسي تبقى تمشي زي العيال بالظبط. وطول ما في عمل احنا بنمشي. تمشي لما تلقي العيال كده بتجري ومش قادره اشكلها ولا قادره اوديها ولا اجيبها عشان عندي القلب وهبوط في القلب وعضله في القلب تعبانه عندي هبوط فيه. ما بنهضش امشي. ما بشكلها قلبي بيدق قوم حطها تاني. ما بنهضش. هي الوحيده دي حد تاني. كبيره آه. متجوزه. عندك ولد وبنت يعني. اه ونفسي والحمد لله وبرضك الحمد لله فضل ونعمه من عندك انت يا رب. كل ربنا الحمد لله. انتوا قاعدين في شقه دي ايجار ولا ايه؟ اه ايجار ب 500 ايجار. اه 500 جنيه. اه بقالنا 5 سنين. بقالنا 5 سنين قاعدين بالايجار هنا. 5 سنين عند دكتور علاء ابو شعيش. يعني 5 سنين وانتوا بالشكل ده. اه بقالنا 5 سنين. وانتوا مأجرين هنا. اه بندفع كل شهر 500 جنيه.
يعني انت ما بين 500 وما بين 600 المصاريف عليها، ايوه يعني يا دوب يمكن مش ما بكفوش حاجه، غير كفوش حاجة. البنبط غير اكل ونوم وشرب، انا ما بكفوش. ومراتي غير علاج مراتي وتعبها، كل يوم عند دكتور. هي لسه جايه عند دكتور دلوقتي، عندها فقرات منقوله، راح يدور على دكتور ما قالوش، لسه جايه الراجل جاي معاها اهوت ما لقاش حد، خد مننا 100 جنيه التوك توك وما كشفتش. ألف سلامة. لسه هتروح بكره بقى في دكتور تاني، قال لها هتقعد العشاء. قولي لي يا مها. بعدها وكده. قولي لي يا مها. كلمني. أنت طبعا هتروح المدرسة السنة دي. هتخش السنة دي ناقص خميس. نفسك في إيه؟ تمشي. نفسك تمشي. أنت ما بتقدريش تمشي خالص؟ لا لا، أنت ما تشوفش، ما تشوفش كده. يعني ولا خط. ما بتقدرش تتخطي خالص. ولا خط. نهائي. لا، ما تمشي ولا خط، شوف. ولا خط، فماشي كده. ما بحبش الشوكة ما بتقعد مليون. سيبها كده، سيبها. ما بتقفش. سيبها على الأرض، سيبها على الأرض. بتزحف، تزحف يا مان كده. كل ما اشياء تعرف اصحابي يا مها. تعالي كده يا مها. ماشي يا مها. كل ما اشياء كده ما تشيء فكر ماشي. ده ماشيها كده على طول. ماشيها على طول. بيعمل بقى قرح في المعدة في رجليها كل يوم. بيعمل قرح قرح في المعدة. شوف الله ربنا رجليها فين. رجليها كلها مستلخ. كل رجليها كده ما تشيء فكر ما. كل رجليها كده. من القرح. والحبل الشوكة من ورا اهو. دي حبل الشوكة لما ركبها شرايح ومسامير، مركبة شرايح شرايح ومسامير في الحتة دي كده، دي تثبيت عظمي بس، ماسك العظم بس، ملهاش أكتر من كده. وبشيلها رايح جاي أعمل لها علاج تبافي أهو. رجع ورا يا مان. رجع رجع ورا رجع. مد. بس عليك. قولي لي بقى لكل بيسمعوك في اليوم السابع تقول لهم ايه؟ نفسي ماشي. نفسي ماشي. نفسك تمشي وتروح المدرسه زي العيال. قولي لي يا مها. كلمني. لما تلقي العيال كده بتمشي وانت ما بتمشيش بيحصل لك ايه؟ بوم تقومي معيطه. سلام 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 يا مها. كل متابعينا في اليوم السابع، الطفلة دي عايشة لكن محتاجة لطاقة نور، وبتناشد كل المسؤولين وكل أصحاب القلوب الرحيمة إن هم يفتحوا لها طاقة النور دي عشان تمشي ويكون زيها زي أي طفل هي بتشوفه بتعيط زي ما انتوا شايفين. جمال من عند ربنا، عايزينه يكمل كمان بهبة من عند ربنا ومساعدة من كل متابعينا في اليوم السابع علشان مها تمشي وتتحرك. مها زي ما قلنا طفلة في قرية تتمنى ان حد يساعدها وتقدر تتحرك وتمشي. شفنا قروح في رجلها، شفنا لحظة حزن وألم في عينيها، نفسها يتحقق أملها. من داخل المنزل مها عبد اللطيف، جمعة علي خير الله، جمعة علي خير الله، نقلنا لحضراتكم استغاثة الطفلة مها علشان ترجع تمشي، وخصوصا ان بعد ايام
هتدخل المدرسة. كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ. إن شاء الله خير بإذن الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تبي تعيط على أختك؟ عايزاها تمشي. عايزاها تمشي. إن شاء الله هتمشي بإذن الله. كثير ما بتعطيش.